عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة طبعا آسيا كنا لسه بتكلم أنا وضيفي العزيز اللي منورني واللي هرحب بيه خلال لحظات. كنا بنقول إن آسيا فيها كرة قدم قوية جدا، والمنتخبات الآسيوية الحقيقة عاملة شغل رائع في ماتشات نار في كأس يعني أمم آسيا. تعالوا نتكلم شوية بقى عن كرة القدم العالمية، سواء كأس أمم آسيا أو السوبر الإيطالي أو الدوريات الأوروبية المختلفة. كل ده هنتكلم فيه من خلال وجود ضيفنا العزيز اللي منورنا، الأستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ نادر. صباح الفل يا أستاذ كريم، أنا سعيد إنك موجود مع حضرتك، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أنت طبعا عندك تخمة كروية من خلال متابعتك لكأس أمم آسيا أكيد بصفة خاصة. تعال نستهل كلامنا عن كرة القدم العالمية بكأس أمم آسيا ورؤيتك لي طبعا صعود قطر والعراق والماتش التقطيع اللي كان بين العراق والمنتخب الياباني، وانت سيدي عارفين ان اليابان عندهم كرة قدم كما ينبغي ان يكون يعني الحال. شفت الصعود ده ازاي وشفت الماتش ده بصفة خاصة ازاي؟ طبعا بالنسبه لبطوله كاس الامم الاسيويه، طبعا في تطور كبير جدا في المنتخبات الاسيويه، خاصه كمان المنتخبات العربيه. أيوة. في اثاره وسخونيه كبيره جدا في بعض المباريات، زي ما شفنا في لقاء السعوديه وسلطنه عمان، خاصه لقاء طبعا العراق واليابان، وفوز العراق 2-1 وكان تاهل تاريخي طبعا. وصداره المجموعه كمان، كسب اللقاءين، خاصه في لقاء اليابان قدم مباراه كبيره جدا واستحق. وكل كان متوقع ان اليابان هي اللي هتتصدر المجموعه طبعا، كل الترشيحات قبل البطوله ان اليابان هيبقى هو الاول وهيكسب العراق كمان، ولكن العراق في المباراه دي قدم مباراه كبيره جدا على المستوى التكتيكي والخططي. لعب بال 4-4-2، عندهم لعيبه مميزه جدا، سواء ايمن حسين صاحب الهدفين، وفي الدفاع عندهم اللاعب حسين حيدر وضياء فيرتس، وكمان في وسط الملعب عندهم ابراهيم بايش واحمد يحيى، عاملين ثنائيه قويه جدا في عمليه الاستحواذ والبيلد اب، وتوازن كبير جدا في وسط الملعب. اعتقد طبعا المنتخب العراقي يعني في اللقاء ده الخطوره بتاعت الفريق الياباني طبعا عارفين السرعات والتمريرات البينيه من العمق. لا، المنتخب العراقي في اللقاء ده نجح في اغلاق التمريرات البينيه واغلق العمق بشكل كبير جدا، وقفل كل مفاتيح الخطوره بتاعت فريق اليابان، وقدر يسجل هدفين. هو كان بيبحث عن الفوز من البدايه، ومدربهم الاسباني طبعا كاساس لعب بضغط عالي وكان بيبحث عن الفوز، ونجح عن تسجيل هدفين بالكرات الراسيه. طبعا ايمن حسين قدم مباراه كبيره جدا في الخط الامامي، كان تحركاته مزعجه لدفاع اليابان، كان بيكسب كل الكرات الهوائيه. وطبعا المنتخب العراقي قدم جيم كبير جدا في الشوط الثاني. طبعا نزل علي عدنان وبدا غير الطريقه، بدل 4-4-2 بدا يلعب بال 5-4-1، وكثف في النواحي الدفاعيه عشان يقفل كل الخطوره. وتحقق طبعا ما اراد وفاز فوز مستحق، ولعبه بروح عاليه وشراسه كبيره جدا. انت في رايك، هنرجع نكمل كلامنا عن كاس أمم آسيا بطبيعة الحال، بس بشكل عام يعني في رأيك إيه اللي بيدي لكرة القدم الآسيوية خصوصيتها الشديدة دي؟ إيه اللي بيميزها؟ طبعا الكره الاسيويه بتتميز بطبعا لعيبه بتلعب بروح كبيره جدا وشراسه، كمان عندهم دلوقتي اللعيبه في كل المنتخبات اغلبهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه، فطبعا ده بيساعد في التطور بشكل كبير جدا. التكتيك عندهم برضو بقى فيه عن السنين الماضيه، كان ما كانش بيبقى فيه نضج تكتيكي، لا الفتره دي بقى فيه نضج تكتيكي عند اللعيبه، بقى فيه التزام تكتيكي منهم وتعليمات وتنفيذ تعليمات المدرب. فاعتقد ده السبب الرئيسي في تطور الكره الاسيويه طبعا، وخاصه طبعا المنتخبات العربيه. اعتقد منتخب العراق محقق ارقام قياسيه بمشاركته في النسخه دي من البطوله ولا ايه؟ طبعا المنتخب العراقي يعني على مدار السنين هو طبعا واخد البطوله دي مره واحده 2007، ولكن الجيل ده اعتقد هيعودنا لجيل 2007 طبعا، اللي هو الجيل اللي احنا عارفينه، يونس محمود ونور صبري ونشأت اكرم، كان جيل مميز جدا. السنه دي العراق طبعا اعتقد الجيل ده يعني شبه الجيل الاسطوري عندهم، واعتقد العراق لو استمر بنفس المستوى ممكن نلاقيه مثلا في قبل النهائي او المباراه النهائيه. عندهم لعيبه مميزه جدا، وميزه اللاعب العراقي اللي هو بيختلف، مع احترام كل لعيبه الخليج، اللاعب العراقي بيختلف في حته اللي هو دايما بيلعب بقلب وروح. لما بتيجي تتفرج على العراق بيبقى فيه يعني مشاعر الوجدان بتشتغل طبعا عند المواطن. يعني العراق بقى لها سنين طويله الحقيقه طبعا، يعني بنتمنى لهم ان صلاح الحال على كل الاصعده اكيد، لكن قصدي اقول لك ان الدنيا مش في احسن حالتها على 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 الصعيد الدوله ككل، ولكن دايما المنتخب العراقي وكانه منفصل عن الواقع، شغال زي الفل وبيأدي زي الفل وبيشارك بقوه في اي بطوله هو بيشارك فيها، فدي برضو اكيد وراها يعني حته الحميه الوطنيه والنزعه الوطنيه. دي حقيقه طبعا، وجي فتره كانوا كمان ما بيتمرنوش في الملاعب العراقيه، كانوا بيتمرنوا بره، بيبقى فيه تجمعات في المعسكر خارج البلاد طبعا. ولكن زي ما قلت حضرتك بيجي وقت البطوله والتجمعات بيبقى فيه حب الوطن بقى بيظهر، واللعيبه بتلعب كل اخلاص للوطن وبشجاعه كبيره جدا. اوكي، حب الوطن واللعيبه بتلعب باخلاص.
يعني ابتسمت ابتسامه ذات مغزى، لان دي الحاله اللي احنا كنا حابين نشوف عليها منتخبنا احنا كمان من باب اولى يعني. طيب ماتش الاردن وكوريا الجنوبيه شفته ازاي؟ طبعا برضو الاردن يعني ما يقلش حاجه عن العراق في اللقاء ده، قدم مباراه كبيره جدا قدام كوريا الجنوبيه. طبعا هو متصدر دلوقتي 4 بونت، طبعا قدم مباراه كبيره. الشوط الاول لعب اداء كبير وبرضو كان عنده الشجاعه الهجوميه. كوريا تقدمت بهدف ما تراجعش، لا بالعكس لعب للهجوم وكان عنده اندفاع كبير جدا وسجل هدفين. طبعا مدربهم حسين عموت الكل عارفه كان ماسك في السد القطري وكان ماسك في الوداد المغربي، المدرب كوتشنج زي ما احنا بنقول كده، بيبقى عنده درايه بالخصم وبيقرا الخصم بشكل جيد. برضو عندهم لعيبه مميزه زي موسى التعمري ومحمود المرضي، وفي خط الدفاع عبد الله نصيب، فعندهم عمود فقري قوي جدا لعب باداء كبير جدا. وبرضو ما يقلش حاجه عن العراق في الاخلاص والشجاعه. الشوط الثاني بقى تراجع نوعا ما وادى مساحه لفريق كوريا الجنوبيه اللي هو يمسك كره ويلعب، ولكن ده كان تراجع يعني طبيعي. طبعا ما فيش فريق هيهاجم بشكل كبير جدا عشان المعدلات البدنيه طبيعي هتقل. وكمان انا شايفه اللي هو لعب الشوط الثاني بذكاء، كان بس ينقصه اتقان الهجمه المرتده. اعتقد لو كان اتقن الهجمه المرتده كان ممكن يسجل الثالث والرابع، ولكن في النهايه كوريا الجنوبيه يعني تعادل 2-2، ولكن برده كان تعادل مستحق والفوز وتعادل مهم للمنتخب الاردني يديهم الثقه اكثر للمباريات القادمه. واعتقد بنسبه كبيره يعني هيتأهل بالمجموعه دي. اللقاء القادم قدام البحرين يوم الخميس المقبل. البحرين طبعا كسبت ماليزيا، فدلوقتي كوريا الجنوبيه 4، الاردن 4، والبحرين 3. فاعتقد اللقاء القادم هيكون مميز بين الاردن والبحرين، ونتمنى طبعا التوفيق للفرقتين نظرا لانهم منتخبات عربيه. ولكن من خلال متابعتي للمنتخبين الاردن يعني الاقرب للتأهل. وكمان اكيد بنتمنى نفس القدر من النجاح والتوفيق للمنتخب السعودي. بالمناسبه شايفه ازاي؟ هل هو في افضل حالاته في مشاركته هذه النسخه؟ وشايفه ازاي مع مانشيني بصفه خاصه؟ لا، السعوديه مع روبرتو مانشيني يعني مش في احسن حاج مش في احسن حال، خاصه طبعا قبل البطوله حصل في كلام كتير جدا واستبعد معظم اللعيبه زي سلمان الفرج واللاعب سلطان الغنام ونواف العقيدي. فكان في تصريحات كان ليه اصداء كمان كان في ردود غضب كبيره جدا طبعا. قال لك طبعا اللعيبه دي ما تحبش لا تريد الانضمام للمنتخب ولا ترتدي القميص. اللعيبه طبعا طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي ونفت الكلام ده طبعا. فكان في طبعا ردود غضب كبيره جدا في الشارع السعودي، واعتقد ده اثر شويه بالسلب على اداء المنتخب السعودي. ولكن اللقاء الاول قدام سلطنه عمان قدر يفوز 2-1 وعمل رومنتادا قويه. كان متراجع وخسران 1-0 في الشوط الاول. اعتقد سلطنه عمان الشوط الاول قدم اداء جيد نظرا في حدود الامكانيات المتاحه لديه، لعب انضباط تكتيكي بال 4-5-1 برضه، وقدر يحرج المنتخب السعودي في كثير من الوقت ونجح في التقدم. في الشوط الثاني بقى السعوديه طبعا نزلوا تبديلات مميزه. عبد الرحمن الغريب ظهر بشكل كويس جدا، لعيبه مميزه جدا في وسط الملعب زي محمد كنو وعلى الاطراف سعود عبد الحميد، فقدر يفوز ويسجل هدفين. وشفنا طبعا هدف علي البليهي من ضربه ركنيه في الثواني الاخيره وقدر المنتخب السعودي يفوز. ولكن النهارده قدامه لقاء مع قرغستان، اعتقد برضو منتخب يعني ضعيف جدا 98 على مستوى العالم. دي المشاركه الثانيه ليه في كاس اسيا، فانا شايف ان السعوديه يعني اقرب للتاهل وممكن بالاداء ده ممكن يوصل لدور الثمانيه. الثواني الاخيره دي كان ليها قول في النسخه دي من البطوله اكتر من مره الحقيقه، يعني كانت نقطه فارقه في بعض الحالات عند بعض المنتخبات. طيب في النسخه دي من كاس اسيا، ايه المفاجات اللي انت شخصيا اتفاجئت بيها ما كنتش عامل حسابك عليها، وايه او مين المنتخبات اللي مشيت زي ما هو متوقع ليها؟ يعني هو ما فيش حتى الان مفاجات كبيره طبعا. المجموعات كلها يعني كل المتوقع يتاهل بنسبه كبيره يتاهل. انا بالنسبه لي بس المفاجاه يعني البحرين اللي هو ينافس لحد الاخر، ده اعتقد ده ما كانش في الحسبان قوي. البحرين برضو يعني منتخبهم منتخب متواضع، عندهم برضو التخطيط مش احسن حاجه في الدوله هناك في اتحاد الكره البحريني، ولكن فاز على ماليزيا وزي ما قلت لحضرتك قدام القاء قدام الاردن. ولكن انا شايف ان الاردن يعني هيكون هو الاقرب. لكن ما فيش مفاجآت بالنسبه لك؟ طب مين نقدر نقول ان هو المنتخب الحصان الاسود في هذه البطوله طبقا لتوقعاتك انت الشخصيه؟ الحصان الاسود يعني ممكن اتوقع فريق العراق. ده نتيجه اللي انت شفته منه في الماتشين اللي فاتوا صح كده؟ عشان برضو يعني عمل اداء فوق التوقعات. بس العراق احنا كنا لسه بنقول من شويه ان العراق كده كده عندهم كره قدم قويه بغض النظر عن حال البلد ككل. طب اتفاجئت بايه
او ليه اتفاجئت يعني المباراه؟ العراق كان طبعا برضو يعني في مشاكل وشفتهم في اللقاءات الوديه ما قدموش اداء كبير جدا في الماتشات الوديه، ولكن دخل البطوله بشكل قوي جدا وكان عنده استعداد وتحضير بدني وذهني وفني على اعلى مستوى. مدربهم مدرب قوي جدا، قدر يعمل توليفه مناسبه. وطبعا قدام اليابان شفنا طبعا اليابان بالنسبه لي كان هو المرشح الاول للبطوله، احرج اليابان بشكل كبير جدا واعتقد هيكمل الادوار يعني متقدمه. طيب كاس السوبر الايطالي وبكره ان شاء الله في ماتش مهم جدا بين انتر ميلان ونابولي، وتوقعاتك لهذه المباراه هتكون ماشيه ازاي؟ خط سرها طبعا كاس السوبر الايطالي السنه دي بتلعب في المملكه العربيه السعوديه لاول مره، يقام بنظام الاربع فرق اللي هو بطل الدوري ووصيف الدوري، بطل الكاس ووصيف الكاس. شفنا طبعا الانتر هيلاعب نابولي بكره، مباراة تكون تكتيكية على أعلى مستوى من الاثنين مدربين وهتكون صعبة على كلا الناديين. شفنا طبعا فريق انتر بيلعب بالخمسة 3-2 مع انزاجي، عنده برضو لعيبة مميزة في الخط الأمامي زي ماركوس تورامو لوتارو مارتينيز. قوة فريق الانتر في الأطراف بتاعته سواء دارميان أو ديماكرو، ولعيبة وسط الملعب مميزة جدا في عملية التكملة الهجومية وبيشتغلوا في أنصاف المساحات بشكل كبير جدا سواء هاكان أوغلو أو باريلا أو حتى مختريان. على الجانب الاخر فريق نابولي طبعا بطل الدوري بعد سباليتي، جابوا والتر ماتزاري برضو بيقدم اداء تكتيكي، مدرب تكتيكي جيد بيلعب به 3-4-2-1، عنده برضو لعيبه مميزه زي امير رحماني وبولوتانو. طبعا هو دلوقتي في غياب اسمين عشان بيلعب في نيجيريا في كاس الامم الافريقيه، ولكن بيلعب بدالهم اللاعب سيميوني قدام مع طبعا كفارتسخيليا، فعنده مجموعه لعيبه مميزه جدا. واعتقد يعني الفريقين عندهم الامكانيات اللازمه لاي حد ممكن يفوز تقريبا، اعتقد يعني 50-50 الفريقين عندهم اسلحه قوه بشكل كبير جدا. يعني ليه بقى في توجه في الفتره الاخيره فكره كؤوس السوبر بتتلعب في دول اخرى؟ يعني زي مثلا كاس السوبر الايطالي بيتلعب في السعوديه، كاس السوبر المصري بيتلعب في الامارات، يعني كان ايه الهدف من ورا يعني اعتقد الهدف منها يعني هدف ترويجي وتسويقي من المقام الاول طبعا. وطبعا كانت الاول بتبقى بين بطل الدوري وبطل الكاس، دلوقتي زودوها الاربع فرق عشان عدد الماتشات يزيد، وطبعا تبقى فلوس طبعا هي كلها امور يعني الرعاه بتتدخل فيها يعني. طيب لكن الهدف منها بتبقى هدف ترويجي يعني. على صعيد اخر، كيف ترى حال ليفربول في ظل غياب محمد صلاح؟ طبعا النهارده ليفربول هيبقى اول لقاء بدون محمد صلاح، طبعا شفناه لعب في لقاء الكاس بدون محمد صلاح وقدر يكسب ارسنال ويخرجه من دور ال 16، النهارده اول لقاء بقى في الدوري مع بورنموث الساعه 6:30. طبعا اعتقد يعني هيتاثر فريق ليفربول ولكن مش التاثر الكبير، انا اعتقد يورجن كلوب هيتعامل مع الموقف ده بذكاء وهيقدر يكسب. طبعا عنده لعيبه مميزه جدا زي داروين نونيز وجوتا ولويس دياز، كمان عنده لعيبه زي هيرفي اليوت واللاعب دوك اجنحه ولعيبه صغيره جدا. فانا اعتقد ان فريق ليفربول وخاصه يورجن كلوب يعني مدرب شاطر في الحته دي، انا شايفه ان هيعرف يتعامل مع الموقف بذكاء واعتقد يعني هيكسب النهارده. طب وحال ليفربول عموما في النسخه دي من الدوري في رايك عامل ايه؟ متوقع له ايه مع نهايه الموسم؟ يعني ليفربول طبعا فاجئنا انا نظرا للسنه اللي فاتت قدم اداء سيء جدا، السنه دي اختلف بشكل كبير جدا وبينافس على الدوري وحاليا 43 نقطه المركز، حاليا 45 نقطه المركز الاول يعني متصدر الدوري. فطبعا فاجئني بشكل كبير جدا والاختلاف في فريق ليفربول لعيبه وسط الملعب، عندهم سوبوسلاي وماك إليستر واللاعب اندو من اليابان، فعنده توازن كبير في وسط الملعب، كمان بقى عنده استغلال للمساحات بشكل كبير جدا، نقطه قويه جدا بيستغلوا المساحات، وكمان ترجمه الفرص للاهداف عندهم يعني كانت السنه اللي فاتت نقطه سلبيه، لا السنه دي من اقل الفرص بيقدر يسجل، فده التحسن في فريق ليفربول يعني اداء وسط الملعب مع استغلال الفرص. جميل كالمعتاد، بنسعد دايما بوجودك وبنحب نطل معاك طله ونبص معاك بص على الدوريات الاوروبيه المختلفه، بس وقت الفقره انتهى. يا دوبها اشكرك على وجودك معانا، نورتنا النهارده. شكرا كريم، انا اسعد والله. ربنا يخليك، شكرا. طيب خلونا نطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا العزيز في تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا.